بعد ما تابعنا مع حضراتكم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، خلينا كمان نتابع الاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله، منها انطلاق امتحانات الدبلومات الفنيه العمليه والمعمليه، ايضا تشييع جنازه الفنان الكبير سمير صبري في مسجد الشرطه بالشيخ زايد ودفنه في الاسكندريه، وايضا انطلاق الدوره التاسعه من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثيه، واكاديميه البحث العلمي هتعقد ملتقى عن مستقبل الاثار المصريه وتغيرات المناخ، واخبار تانيه كتير هنتابع تفاصيلها في العرض اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني هتستعد لامتحانات الدبلومات الفنية بكل أنواعها، صناعي، زراعي، تجاري وفندقي، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية، وهتبدأ امتحانات التدريبات العملية والمعملية النهاردة السبت. وهيكون عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 830,753 طالب وطالبة بجميع النوعيات بالإضافة لمدارس التكنولوجيات التطبيقية. كمان النهاردة هيتم تشييع جنازة الفنان الكبير سمير صبري من مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، والدفن هيكون بمقابر الأسرة في مدينة الإسكندرية. تحت شعار حوار الطبول من أجل السلام، هتنطلق الدورة التاسعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية برئاسة الفنان انتصار عبد الفتاح، وهتستمر فعالياته لحد يوم السبت 28 مايو، وهيقام حفل الافتتاح على مسرح بئر يوسف في القلعة الساعة 8 بالليل. النهاردة هينظم قطاع المجالس النوعية في مجلس بحوث الثقافة والمعرفة بأكاديمية البحث العلمي ملتقى افتراضي عن الحالة الراهنة ومستقبل الأثار المصرية والتغيرات المناخية. فكرة الملتقى هي محاولة لدراسة تأثير التغيرات المناخية وتبعاتها على التراث والآثار المصرية، وهتتناول المشكلات والمعضلات والحلول المقترحة والنتائج اللي ممكن رفعها كتوصيات بمؤتمر المناخ باسم مجلس بحوث الثقافة والمعرفة. كمان هيستقبل مطار مرسى علم الدولي النهاردة والحد آخر الأسبوع 102 رحلة طيران أسبوعية دولية أغلبها أوروبية جاية من 10 دول أوروبية، وتم اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية على الوافدين بمجرد وصولهم أرض المهبط. لعشاق الدوري المصري هيكون معادهم النهاردة مع مباريات قوية في إطار الجولة 20 من عمر المسابقة، هيواجه إسترن كامباني سموحة الساعة 4 العصر، طلائع الجيش هيواجه المقاولين العرب الساعة 6:30 بالليل، وأخيراً الأهلي هيواجه إمبي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة 15 الساعة 9 بالليل.